مش الشعب التونسي شعب واحد وكلنا أهل، وإن شاء الله يعني تحريرنا يبدأ من تونس. وزي ما حكى محمود درويش كيف نشفها من حب تونس. نعم نعم أنا موافقة، ونزيدك زيادة أيتها المناضلة الكبيرة، اللي تحرير تونس تحرير فلسطين سامحوني باش يبدا من الحكايه اللي باش نشوفوها توا. نشوفوا مع بعضنا تحرير فلسطين يبشر. وصلتنا الارباح بالفعل عبد الحميد جواد، نجمه تونسيه، سيف ترابلسي، ابراهيم الجفاص، مريم الجفاص، اين الصنعاني، طارق بعلوش. كان جاي محمود درويش الله يرحمه حيره وعمره ما يسال سؤال كيف اشفى من حب تونس، هاو يا سي محمود كيفاش تشفى من حب تونس؟ نعرف الناس الكل تستنى فيا باش ننبر وتستنى فيا باش نسب. نو لا سوري. نحب نشكر من كل قلبي المنشط الانيق والمتخلق على الحاجه اللي عملها هذيا، على خاطر لمهم لنا الكل فرد بلاتو نهارين في الجمعه باش كي يبدا المواطن التونسي زابي من شان لشان يبداش يدو على قلبه اللي يلقى واحد منهم في قناه اخرى. هاكا نعرفوا وين موجودين. نعرفوهم وين موجودين، عمل لهم محميه حطهم فيها يرتعوا ويسقطوا. كيما لله المدام اللي ما تتسميش حشيكم اللي صرحت لنا مؤخرا اللي ما عادش فما رجال في تونس. لالا المدام اللي ما تتسميش نحب نقول لك اللي راهو فما رجال في تونس، سوف كو انت ماكش ترا فيهم، مش باش يحصل لك الشرف انك تراهم خاطرهم ماهمش مغرومين بالبلاستيك الريسيكلي. وسامحوني ما نجمتش نعدي الاكستري هذايا بطبيعه الحال، على خاطر انا والدي ربوني كي نبدا قاعده في بلاصه نظيفه ما نمسخهاش. دونك هكا هما الناس الكل ديجا شافوا الاكستري، زيد باش نعاود نعدي. وبار كونتر فما شخص فوكيه هكا بحبوح وضامر ياسر يخدم مع التشكيله نتاع التيلي بوبيل هذيا، حبيت نوريكم شنو اللي قال زيد في نفس الوقت. نشوفوا مع بعضنا. الأولى الوطنية الأولى اللي سنة عملوا مجهود جبار على الآخر وإنتاج جديد نبرة هك هك بداوا به السيزون. هذا الانتاج الكوميدي، اما زاد في الدراما خدموا حاجه جديده من الباك وهك تعمل 66 كيلو. كيف كيف في البرامج، في البرامج الوطنيه الاولى السنة عملت برامج جدد على الاخر، مثلا في السفور مقدم جديد، برنامج جديد، اسم جديد، ديكور جديد، لا حاله في الوطنيه السنة. سيدنا الكرام اهلا مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من الاحد الرياضي في متابعه خاصه. ما فهمتش يعني اولا وين الفكاهه في اللي قاعد يقول فيه، ثانيا ما فهمتش كيفاش يحب تلزه الوطنيه تجدد في الاحد الرياضي اللي هو من عام 1970، من عاش بربي ردوه بالخميس على خاطره سميه الخميس الرياضي، وجيبوا مريم الدباخ تحلل الماتشوات بما انه عندها مع الكوره والفازات. باباكش يخذوا له بخاطره ميساج، ما ميساجش ناخذوا له بخاطره، سينو احنا رانا شيخين بشوف لي حل والله، وقد ما يتعاود باش نقعدوا نتفرجوا فيه شوف لي حل، ونحكي باسمي وباسم التوانسه، مظهرني فما حتى تونسي باش يقول لي لا على الحكايه هذيا، على الاقل يا سي سحري بحري باش يشوف لي حل. زينوبتي وعزوزتي ما يستحقوش باش ينفخوا ولا باش يقولوا ما فماش رجال في البلاص باش يتفرجوا فيهم العباد بالسيف. دونك ميرسي يعطيك الصحه.